ناخذ اتصال الاخ محمد من الرياض، تفضل يا اخي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اكلم الشيخ لو سمحت؟ تفضل. عندي سؤال. قبل 5 سنين اخذت عمره انا وزوجتي. نعم. وكنا يوم من المدينه، احرمنا من المدينه. ويوم احرمنا نوت هي الاحرام وصلت ركعتين وبعدها جتها الدوره. انا ما ادري ايش عليها الحين. ولا رحنا، وانا رحت وكملت العمره وهي ما راحت معي. ولا ادري ايش عليها الحين. ما ادري عليها عمره ولا عليها دم ولا شيء. شكرا. طيب. حاضت بعد ما احرمت؟ اي نعم. ورفضت الاحرام؟ اي نعم نعم. لا يجوز لها هذا، يجب عليها ان تؤدي العمره اذا طهرت. تؤدي العمرة التي أحرمت بها إذا طهرت. أيوة. هل اعتمرت بعد ذلك أو ما اعتمرت؟ لا لا ما اعتمرت، هذا أول عمرة لها. إلى الآن ما اعتمرت؟ لا والله لا إلى الآن لا ما اعتمرت. وجامعة زوجها يعني لها 5 سنين الكلام ذا. إي هذه يلزم عليها أمور. أولاً أنها تمضي في عمرتها الأولى. وهي فاسدة بالجماع تمضي فيها وتكملها ثم ترجع إلى الميقات الذي أحرمت منه بالأول وتحرم منه بعمرة جديدة قضاء للعمرة الفاسدة وتذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء. نعم.